انتشر فيديو عبر الإنترنت لشخص يتحدث عن سارقين بالقليعة في ولاية تيبازا حاول الدخول إلى المنزل بنية السرقة، إلا أن السكان اكتشفوهم وقاموا بتصويرهم، وهذا طبعا لعجزهم عن الهروب. فكانت محاولة سرقة فاشلة من شخصين حاول الاستيلاء على منزل موجود في ساحة عويقر، هذا طبعا بعد إعلام الشرطة التي كانت حاضرة في المكان. فقامت العناصر المختصة بمسكهم وأخذهم إلى مركز الشرطة. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. مازال يخرج من الديار. يا مقلعين وربة ولادي. يا ناس عاونوا أخوكم. لا إله إلا الله. ستشاهدون في هذا الفيديو الخسائر والكارثة التي ألمت بيباتنا وخاصة الفلاحين بسبب الأمطار الطوفانية والرعدية. لكن قبل أن نبدأ الفيديو، إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. تسببت حبات البرد المرافقة للأمطار الطوفانية الرعدية التي شهدتها ولاية باتنا خلال الساعات الماضية في إتلاف محاصيل زراعية بقرية المحراب التابعة لبلدية زانة البيضاء، والتي كبدت الفلاحين خسائر